أنا اليوم وسعادة السفيرة حابين أنه نقرأ أمامكم قصص صغيرة مسلية ومفيدة. أنا سأقرأها باللغة العربية وسعادة السفيرة ستقرأ قصتها باللغة الإنجليزية. No one also sat next to Jack at lunch. And nobody played with Jack at recess. But he saw a group of kids playing ball. Can I play? He asked. آكل فطوري بتروى وأنا بالبيجامة. ألعب وأنا بالبيجامة. ألون الرسوم وأنا بالبيجامة. جئنا إلى هنا في هذه المدرسة الصيفية التي كانت مساهمة USAID وكتابي مساهمة كبيرة أتاحت لنا فرصة جمع التلامذة في المدرسة الصيفية بحيث بلغ عدد التلامذة الذين التحقوا بالمدرسة الصيفية في مدارس مختلفة المنتشرة على الأراضي اللبنانية بحدود 87,000 تلميذ. We just got to see it in action in three different classrooms, three different contexts. We saw really what the program is doing for enrichment for the students, many of whom lost out on the better part of 2 years of their primary school education. And so this is helping them catch up and be ready for the next academic year.